تواصل بفائز المنتصر وكان التواصل هاتفي وقال بأنه معه لي عمل في الغيظة. قال لي عاد جيت اشتغل؟ قلت له تمام. قال يقع لك باليوم 5000 آكل شارب ومعاش يمني معاش سعودي. سرت أنا. قال لي أجيب دعمال؟ قلت له جالس. قال لي عاد تضرب الله؟ قلت له إيه. قال لي خلاص انزل للمهرب نفتح ورشة. قال لي جمع زلط قد معك حق مرأة حق زواجه كذا. قلت له عاد أنا ما يلا ندخل حق شرفه. قال لي خلاص يلا جي ورد له عندي. ركبت من صنعاء إلى تعز ومن تعز إلى عدن ومن عدن رجعت وركبت للمهرة. وصلنا للمهرة جلسنا في فندق. جلسنا في فندق تاج العرب الظاهر 3 شهور أو 4 شهور وإحنا مريعين. ادولنا شهر أو أقل كان يدولنا 5000 يوميا. بعض الأحيان كان يعزمنا فايز المنتصر كان يجابرنا من العسكرة وما العسكرة وقال إن أنتم يعني سوف يكون لكم مستقبل زاهر ومستقبل أفضل سوف يعني قال تسافروا دول أخرى يمكن تسافروا منها الأردن أعلم الله. وأكد علينا قال لنا نقطع لنا جوازة وبرضو قطعنا لنا جوازة وإحنا في فندق تاج بلازا جولة هناك قالوا لنا حلقوا صلعة الفندق فايز وأخوه قالوا لنا نحلق صلعة وبعد حلقنا صلعة ولبسنا وبعدها كان يخرجوا على مجموعة ناس للمطار كل يوم 10 ومشينا وصلنا للبوابة دخلنا من البوابة إلى مطار الغيظة وصلنا طرحنا في بداية الأمر طرحنا في كانتيرة خارج الموقع العسكري لديهم موقع وطرحنا هناك في الكانتيرة وبدأ تواصل بهم هو من تلفونه تواصل بأشخاص ما إحنا شنارين منهم قال العمل اللي طلبته أنا الآن عندكم في الكانتيرة ودخلنا المطار ورجع قال لنا اجلسوا هنا انتظروا انتم مدري ما عاد قابلوا ناس ما إحنا شنارين منهم كنا على طول ورجع كان على واحد بس يدخل يقابل ناس يدخلوا يقابلوا الناس على واحد لو ما جاء دوري ورجع بصرتهم انهم ناس انا اجانب معسكر يعني محوش كبير جنبهم معسكر حق السعودي الامريكيين بوابة لحالهم ما ولك السعوديين بوابة لحالهم الامريكيين معهم ثنتهم بوابة من جهة بوابة من جهة البوابة هذا الذي كان نحن ندخل منه الذي هي جنب الكنتيرة هذا حق الاستقبال اللي بيجي كان يجي يفعلوا فيها المقابلات كنتيرة حق الأمريكيين هنا وحق السعوديين هنا جنب دخلنا لعند الأمريكيين في 3 والرابع المترجم واحد الذي يسألك والثاني الذي مع الكمبيوتر والثالث الذي يأخذ بصماتك وبصمات العين ويأخذ بطاقتك بعدين بدأ يدخل على واحد جاء له واحد أمريكي عملاق وصل دوري في الليل جاء لي 2 أمريكيين جلست سلمت عليهم بعدها جلست قالوا لي ما اسمك قلت لهم أيمن قالوا لي ايش بدك تشتغل قد اشتغلت مدري ما هو كفلة ما جيت لهانة ايش قالوا لك يعني انت حتقابل أمريكيين او شيء من خارج قلت لهم معي هنا ما ادري تلاقوا انا داخل المطار بعدين جلست امام المترجم الاسود البشره هذا كان المترجم حقهم يترجم بالعربيه بدا يكلمني اللي امام الورقه قال سوف نسال عليك نلقي عليك بعض الاسئله بعدين كملوا الاسئله هذه كامل معي في اخر شيء يعني قالوا انت تمام جيد وان شاء الله تكون يعني انسان معانا يعني متفائل يعني بمدح تم مدح باسلوب مدح في بعدين قاموا اخذوا مننا بصمه بالعشر بصمنا في جهاز مدري شو بصمنا من بالعشر الايدي وصورونا تصوير يعني العينين وصور الوجه وصور صوره كامله قاموا بصمونا بعد ما كملنا بصموني بالعشر
الأعصابي وقام بتصويري والوجه وهذا الجهة وهذا الجهة. بعدها قالوا لنا خلاص أوكي بعدين ردتكم خبر مع الفائز المنتصر. كمل تبصم عندهم ورجع أخذني واحد منهم وخرجني صالون كتيرة الخارج الكنتيرة. ورجع انتظرنا شوية وجالنا باص تبع فائز هذا. جاء أخذنا من الكنتيرة الذي خارج أي جي قدو مغرب. أخذنا مغرب ذلك بعد المغرب ورجعنا إلى الفندق. والتقينا بفائز المنتصر في بوابة المطار. طلعنا معه فوق الهايلوكس ودخلنا ويكلمنا في الطريق. قال الأولي هم سافروا كانوا أمريكيين سافروا الآن قال قد أنتم مع البريطاني. بعدين دخلنا المقابلة الثانية ما كانوا أمريكيين كانوا بريطانيين. نفس الأسئلة الأولى التي سألونا الأمريكيين. دخلنا عند الأمريكيين ما عندهم أمريكيين قدوم بريطانيين. ذلك سألوني عن معلوماتي الشخصية كاملة نفس ما الأمريكيين. قال لي تعرف السواقة تعرف تسوق قلت لا أيوه. تعرف تستخدم تطبيق الخرائط قلت لا أيوه. عن ندربكم تداريب قالوا لك عندي تداريب أنا مزمن شاقة قلت بدعوا يعني تدريبنا بعض التدريبات. قالوا سنلقي عليكم بعض التدريبات دخلونا كرفانة في داخل الموقع حقهم فيها كراسي وطاولة وصبورة ومعهم جهاز لابتوب. بدعوا يدربونا يعني بعض التدريبات اللي يقول لك يعني مثلا وصف الشخص كيف توصف الشخص كيف توصف السيارة كيف توصف البيت كيف يعني تتجسس يعني تتجسس على الأشخاص بهذا الأسلوب. كانوا يدرسونا على الإحداثيات أم بايكون يرفعوا لنا إحداثيات إلى الواتس كيف يرفعها فالبرنامج هذا الذي كان يتطلع لنا حق الإحداثيات كان يورينا كيف نفعل وكان يوصف لنا حتى في المزمة ورجع كان يصير يضرحوا لنا ورق أرجع في المدار ورقة في بقعة ورقة في بقعة ورقة في بقعة ورقة في بقعة يعني حق 5-6 ورقة هكذا أرقام. قلنا أنه مسمى يورونا كيف نفعل بالإحداثية الطاولة وهو يا زعم يكون يرسل لنا الإحداثية وإحنا نسير لهذه البقعة. علمونا يعني كيف نستخدم الإحداثيات كيف نحدد المواقع كيف وكان يفعلوا لنا إحداثيات في المطار وإحنا نسير نتبعهم بالتلفون وبالسيارة ونسير نحدد المواقع. استمر يعني فترة كثيرة يدربونا لو ما أنه أخذنا المهارة هذه. أنت في هذا الشغل يعني شوف لك يعني بنطلون شوف لك ملابس مناسبة يعني ماش ملفتة يعني كيف تغير يعني من شكلك يعني. ركزوا على أنه يعني كيفنا يعني في التصوير كيف نصور الأشخاص أو نصور يعني يكون تصوير دقيق وبحيث أنه ما يكون ما حد يركز عليك. قد بالإمكان وأن تتصل تصور أو تفعل فيديو قد بالإمكان يعني أن تماره ولا شيء تبصر وجهك مثلاً وذا وأن تصور وما حد يزاد بك. قد بعض الأحيان تفعل صورة أمامية سيلفي وتصور الأشخاص اللي تشتيهم أو تصور الحاجات اللي تشتيها. طبعاً قد أول ما دخلت يعني أول ما دخلنا نسكن قد لقيناه وتعرفنا عليه يعني قال أنا جورج وهذا توم. كان يخرجون عندنا يعني تقريبا 3-4 يعني ما يتجاوزوش يعني. بعدها كان يخرجوهم مهمات أصحاب الباقي كان يخرجوا مهمات. مهمتين خرجت أنا وأكرم عامر طولنا مهمة لا مارب ما طولنا شلح حداثيات ولا شيء. قالوا سيري جلسوا في مارب 4 أيام طولنا معنا الحداثيات حق الخط تخضينا من العبر لا الجسر حق العبر هذا المفرق هكذا صلاة الوديعة وهكذا صلاة المهرة وهكذا صلاة مارب. خرجنا مكلفين من جورج أنا ومحمد العبسي لا شحن صلنا لا شحن استأجرنا فندق اسمه فندق مارب رقدنا فيه للصباح. قالوا لي لازم تروح قصيار قصيار هذه في المهرة منضي. قلت ايش اروح افعل؟ قالوا بس انسجل لك حداثية وانت تروح اليها بس روح لهناك. قلت ايش المطلوب مني؟ قالوا روح لهناك احنا نشوف السيارة هناك نقول لك خلاص ارجع. قلت طيب
صرت أنا وجماعة دول أنا تقريبا 800 ريال. شلينا بترول من السوق السوداء، وصلنا نشطون عبينا بترول من السوق السوداء وجلسنا على يوم ثاني وشلينا حاجتنا، وقلنا احنا ندخل صحراء، هي صحراء نلقى صحراوي. تحركنا دخلنا المنطقة هذه، نزلنا من سائلة وطلعنا منها في الصحراء هذا، احنا نخطى على الطريق حقهم تقريبا. فلقينا واحد في الصحراء يعني بقلب، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. قال وين رايحين؟ قلنا والله نشتي نروح من هنا لا تموت. انا قلت له قالوا ان في طريق من هنا. قال يا ولدي ما فيش طريق من هنا. يوم من الايام جاء لهم ضياع الزي، هو بيصير يبيع كات في حوف. بعدها جاء لعندهم قال لهم يعني معي لكم كلام، اشتي اكلمكم. وبعدين جوا لعنده قالوا في يعني الحريزي ركز له خيمه في خط حوف، وفي متضارين هناك يتجمعوا خيرات. خرجت انا وهود، دول انا 100,000، 100,000 لمحمد و 100,000 لي، نسير لاشحن. صرت انا ومحمد لاشحن على اساس ان في تجمعات على سالم الحريزي، نسير له هناك نبصر ونرجع. قالوا لنا تسير ترقد في الفندق وترجع. قلنا على طول. البريطانيين كلفونا بمهمه انه نخرج يعني نراقب بيت الحريزي وفي الغيضه. يصل وكرم وضياء وباسم وسامي وانا وعبد الملك مهمة لعند بيت الشيخ علي سالم الحريزي الذي يتواجد في الغيضة جنب حديقة الغيضة. كانوا بتوا لهم سيارة، قالوا سير جنبوا هذه السيارة هنا وراقبوا يعني من بيدخل من بيخرج للبيت. قلت له هنا في المقلع، رسل لي إحداثية إلى محل شيشة، قال فقدام هذا المحل عمارة للسكنية يوجد فيها شخص مغربي، احنا نريد هذا الشخص ونريد معلومة عنه. قلت له كيف نعرف الشخص هذا؟ رسل لي صورة، رسمة يعني، رسم لي صورة شخص يعني مقربة يعني، لو بحث لو ألقاه وهي صورة رسمة يعني أعرفه يعني. طولنا احداثيات للتلفونات، رسلوا لنا احداثيات في الواتس، زين دخلناها في البرنامج، حكينا الاحداثيه. كان انا وعلي جعمه في يعني محطه، قالوا بصروا بصروا هذا المكان عايشوا، وصف لنا هذا المكان. خرجنا لمنطقه جنب المحور، صورنا وهي محطه بنزين، صورناها وهذا ومشينا ورجع أيمن أرسل له التقرير. طلبوا مني مهمة أنا وعبد الملك بأنه نسير لليتمة يعني يعطونا إحداثية، وصلنا هو بيت في هذه المنطقة، منطقة ما بين في اليتمة يعني آخر منطقة ما بعد البيوت، آخر بيت هذا بعده منطقة صحراء وحدود السعودية. قال عندي لكم مهمات خارج الغيضة. وبعدها بيجي لعندي جورج، قال لي كيف حالك؟ قلت له الحمد لله. قال تروحوا صنعاء؟ تروح صنعاء؟ أعطيك سيارة تروح صنعاء؟ قلت له على طول سيارة وأروح صنعاء على طول، يعني ما رفضت شيء. قال معكم مهمة تطلعوا صنعاء، بس أنا أشتي أعرف منكم من فين يضرب الصواريخ. جاء بعد العشاء دعاني أنا وعلي جعمان، دخلنا عندهم في المكتب، بيقول لي ايش تسيروا صعده، ايش رايك؟ ابصرت لعند علي ما رايك؟ قال تمام. قلنا تمام نسير له صعده. قال لي اشتي منكم هناك في صعده الدفاع الجوي تجمعات انصار الله القاعده الصاروخيه مقرات انصار الله. وبعدها كان يرسل لي الاحداث، يرسل لي مهمه الارحب، قال لي لا هناك سير يعني راقب الوضع، ابصر اي مركبه مريبه يعني ولا صواريخ بيطيروا صواريخ من هناك ولا طيارات. قال لي بلغنا. ارسل لي جورج
جورج ارسل لي ارسلنا الاحداثيه ارسل لي الاحداثيه فدخلتها في الخريطه طلعت الاحداثيه في اجدر سرت انا لا اجدر قلت له هذا معمل ماء يعني يصنعوا دبات ماء ما فيش اي حاجه قال لي خلاص تمام جلست بعدها باسبوع او اسبوعين ارسل لي احداثيه ثانيه قال لي سير دخل الاحداثيه هذه دخلت الاحداثيه هذه طلعت فيها رحب سرت لرحب قلت له هذا مصنع كراتين ما لا يوجد في اي حاجه قال اصلي مما ثاني لا مزمه للورشه قال لي انا اعلم اني ورشه اذا داري اني ورشه قال فصل لي الاحداثيه من داخل الورشه ما ادري ما ادري قال لي انا داري اني ورشه اشتيك تبصر انهم بيصنعوا سلاح يعني وصلتنا معلومات ان هذا الورشه تصنع سلاح سأل الله أنا بسرطة تماش معها لوحة قال لي جنب التمنيونة التمنويات يعني بكالة سأل الله أنا بسرطة غير من خارج ما دخلت لا داخل بسرطة إنهم بيشتغلوا يعني كان بها قواطر هناك وبها حوش خلف قواطر يعني قلت أنهم بيصلحوا هذا حق القواطر مكاين كنت أبصرهم وبيخرموهن وبيسفروهن قلت له صورتها من خارج وأنا خاضي صورتها وقلت له هذا الورشة بيسفروا يعني بيجددوا اسمه مكاين الشاحنة قال لي تأكد أرجوك مدري ما قلت له تأكدت ما بش قال لي ادخل له داخل صورها تصور اللي داخل المكاين ايش سرت لها دارس على أساس مهمة إن هي اسمه إني مخرطة سرت لها هناك وهي ورشة كهربائي سيارات سرتها جلست بسرت الورشة ورجعت جات بنا تواصل معهم بالواتساب قلت لهم ورشة كهرباء ما بيش أي خطورة ما بيش أي شيء قالوا تمام جلست ليوم ثاني بيقولوا لي خلاص سافر المهرة أرجع قلت على طول رجعت البيت فعل لي إحداثية مرة ثالثة في الأزرقين تبة فيها كسارة يكسروا منها الحجار ويسبروا حق الزفلت هم يسبروا الزفلت أنا وهم بكسارة شايوال ومشان يعني الذي يشنوا فيها الحجارة الكبار صرت لها هناك صرت انه ما في حاجه قال لي بيسفروا معسكر دري ما دخلت حتى لا داخل لا داخل من بعيد صورته قلت لما مش هذا بي مناجم قال لي يعني فقط مناجم بس رفعتها للتقرير قلت لما ما في ولا شيء يوجد شيء ولا هناك صورت الله الحراثه هذا الذي بيحفر والمشن حق الغربل هذا وصورت له وقلت له رفعت له من تقرير قلت له لا يوجد شيء لا يوجد معسكر ولا يوجد أي حاجة يوجد كسارة يقوموا بتصنع يعني بتكسروا هذا الجبل يصنعوا منها الزفلت قال لي أوكي قال متأكد لما قال والنقاط قال لي صور النقاط الذي هو قصته على المعسكر صورت أنا نقطتين هنا قال لي خارج على الخط صورت ثنتين حملت انا الخريطه عندي يعني وسجلت الاحداثيه طبعا طلعت الاحداثيه في منطقه قريب من ضروان في منطقه اسمها ذيفه كلمه انه قال لي يدخل جامع مره ويفتح البرنامج هذا داخل الجامع
قال لي يا أخي الأحداث هي طلعت في جامع، الجامع هذا في بالقرب من جولة المدينة، يعني هو في حد رجع بيعمل لي رسالة قال ضروري تسافروا صعدة. رجعت أنا سافرت لحالي، وبعد ذلك مشيت في خط في مدينة صعدة، حصل طقم حق أنصار الله المسلحين صورته، ورجعت مشيت فحصلت مباني مضروبة فقمت بتصويرها، صورتها وأرسلتها للبريطاني، قلت له هذا مباني مضروبات من قبل الطيران السعودي. قال لي أين هذا المكان؟ قلت له في صعدة. المبالغ اللي استلمناها من البريطاني من الرواتب اللي كان يعطونا طلعت ل 2100، كان كل شهر 300. وبعدها أول ما دخلنا لعند البريطاني سلمونا لنا راتب 300. استلم كل شهر 300 دولار، هذا راتب شهري. 300 كل شهر كنت استلم لمدة 5 شهور، إلا في شهر رمضان استلمت 400. نادم على أن احنا تعسكرنا معهم، نادم أن أنا نزلت للمهر عند نفسي من أول يوم نزلت أنا.